طيب بالظبط خلينا كده. نروح لكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق 18 سنه رجال بالنادي الاهلي واللي فاز منذ لحظات ببطوله الجمهوريه. الف مبروك يا كابتن اسلام. الله يبارك فيك يا كابتن هادي. يعني يمكن كانت صعبه البطوله السنه دي يا كابتن. طبعا من ساعه لما جيت مع حضرتك قلت لك بطوله الجمهوريه هتبقى بطوله صعبه جدا لان فيها كل الفرق القويه بتبقى موجوده يعني. نعم، وخلينا اقول ان ماتش سموحه النهارده وكان قبل ماتش سبورتنج قبليه قوي كمان، يعني انت عندك مباراتين لعبتهم والحمد لله يعني توجت فيها بالفوز. الحمد لله الحمد لله، كان يعني اهم مباراتين النهارده لان امبارح والنهارده لان سبورتنج وسموحه كانوا هم كان يعني كان الموضوع ما بيننا احنا الثلاثه بعد اليوم الثالث، فكان مهم جدا ان احنا الحمد لله كسبنا سبورتنج امبارح وربنا كرمنا النهارده بمكسب سموحه ان شاء الله. كده يا كابتن اسلام حضرتك يعني فزت بالثلاث بطولات صح؟ القاهره الجمهوريه مرتبط مظبوط؟ الحمد لله الحمد. يعني الف مبروك، موسم ناجح ليك يا كابتن اسلام، حضرتك يعني من اكفأ مدربين الشباب والناشئين في نادي الاهلي، وان شاء الله تشرفنا كمان قريب مع الفرقه ونبارك لك باذن الله. الله يبارك فيك والف مبروك لكباتن النادي الاهلي اللي موجوده معاك كابتن ابو النصر وكابتن مهيب، يعني فرحونا ببطوله الكاس وكان هم ما شاء الله عملوا مجهود عظيم في الماتش بتاع الكاس، فبارك لهم وبارك للجهاز كله. حبيبي يا كابتن اسلام الله يبارك في حضرتك ومبروك عليك في الفوز النهارده. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. ابو النصر اللي بيكلم حضرتك ومهيب كمان عايز يقول لك حاجه. مبروك يا كابتن اسلام ويعني ما شاء الله حضرتك عامل شغل مع الناشئين فعلا، يعني بس مش مجرد تتويج بالبطوله مع الناشئين، هو الولاد الصغيرين اللي معاه هم بيساعدونا في الدرجه الاولى، هم فعلا عاملين مجهود ومجهود ملاحظ يعني، والشغل بتاعهم ده مش من الدرجه الاولى، هو باين ان هو الكابتن اسلام شغال معاهم فعلا وباين الشغل ده معانا في الدرجه الاولى، فطبعا بنشكره على المجهود اللي هو عامله مع فرقته ودايما بيطلع لنا ناشئين كده يساعدونا ويساعدوا النادي الاهلي في تتويج البطولات. الف مبروك يا كابتن اسلام، يعني نتمنى ليك كل التوفيق وان شاء الله تشرفنا في الاستوديو قريب. كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق 18 سنه كره سله رجال واللي فاز منذ لحظات ببطوله الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا.